عميل ده الاخبار. بس انا عايز اشكركم على الدعم اللي انتوا عملتوه على الفيديوهات اللي هي بتاعه سكوت جيم ديت وبلاي بي اس اللي احنا كنا بنلعبها. انا كنتش متوقع ان انتوا اصلا ممكن تتفاعلوا عليها كده. المهم يعني سكوت جيم عملوا مود منه في فورتنايت. فورتنايت اصلا فيها كرييتيف مود، تمام؟ طبعا انتوا عارفين الموضوع دوت اكتر مني انا. يعني المهم يعني اللي انا عرفته ان في مود دوت ممكن تلعبه ضد ناس يعني. فانا لقيت فيه لوبي كده لطيف، هسيب لكم الرقم بتاعه تحت في الديسكربشن عشان لو انتوا حابين ان انتوا تجربوه، لان انت ممكن تخش مع ناس والدنيا ظريفه يعني. لو انتوا عجبكم الموضوع دوت وحابين تشوفوا جزء تاني من المودات اللي هي بتاعت فورتنايت، يعني لايك الفيديو دوت سبسكرايب، تمام؟ وهيبقى يا ريس عشان نشوف اللي بيحصل بالظبط. وخلينا نخش على المودات. اللي بيحصل كالاتي بقى يا معلم. بقى هنا ايه ده؟ في ولا دماغي يا يخرب بيتك يلا ايه ده في اوكي ما علينا. باللودنج بس، باللودنج معلش. المفروض كالاتي ان احنا بيجمع 30 واحد، تمام؟ وبعد ال 30 واحد دول بقى بتبدا زي باتل رويال بقى، عارف انت، تخش سكواد جيم، تمام؟ وتبداوا ان انتوا ايه تصفوا بقى. فده ال 30 واحد مبدئيا. عايز اقول لكم الموضوع مسخره يعني. المهم بقى اول جيم خالص معروف، ريد لايت وجرين لايت. ايوه بس كده. يلا بينا. هو المفروض ان هو يدي ريد لايت. هنريح؟ ما تقولش ان هنريح. اوكي. هو بيدي ريد لايت الاول وبعدين هي تبدا تبص، فكده كده انت ممكن تكسب. اهو بص. يا بص كده، في واحد رايح اهو. جو 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 جو. قشطه قشطه. صباح التوتر. المره دي في حاجه. استنى. ايوه بدات تظهر. هي 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 الست. هي مالها؟ هي مالها؟ عامله كده ليه؟ ليتس جو. ايه ده؟ قشطه. في ايه؟ في ايه؟ ما علينا. اوبا خش بقى على هاني كومب. معرفش بقى هو بيختار حاجه الناس عشوائيه. بص هتبدا الناس. انا دخلت انا الاول ولا يخرب بيتك يا جو 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 جو. لا الوقت الطين تحت. الحمد لله. اوكي ايه ده؟ اوكي السراير عماله بتبوظ. لو انت يعني ما كنتش اتفرجت على المسلسل فانا انصحك ان انت ما تتفرجش على الفيديو ده دلوقتي، اتفرج عليه بعد ما تتفرج على المسلسل. لو انت مش هتتفرج على المسلسل اصلا فاكس عادي مفيش مشكله، كمل الفيديو عشان هيبقى غالبا هيبقى فيه حرق. يلا ليتس جو. ماشي ليموتس بس قشطه. جامد جدا. هو اداني تقريبا ان انا ادوس اف ان انا اعمل سينك معاه مع نفس الايموت. لا اله الا الله. العيال بتدبوا في بعض. باي 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 باي. نايت فايت دوت المفروض هتدبوا في بعض لمده 13 ثانيه. انا مش شايف حاجه. وانا اوعى عادي يخرب بيتك يا. هل هننجو من هذه المكان السيء؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا اله الا الله. بتاع الحبل. بص بقى هنضرب البتاع اللي فوق دي، تمام؟ هيدينا بندقية دلوقتي عشان نضرب البتاع دي. بص. لا اله الا الله. نضرب بتاع اللي فوق دي فاحنا نبعد نفسينا عن الحبل. هو انا في حد بيضرب فيا ولا ايه بالظبط؟ في حد بيضرب فيا تقريبا. الو؟ مين يرز ليتر؟ فاضل 32 ثانية، معرفش بقى ايه، هل في حد لازم يكسب؟ في ناس وقعت، الناس كلها وقعت، التيم التاني وقع تقريبا. العالم بهدلت تقريبا. الحمد لله. اوكي هنروح على اللي هي لعبه البيلي، ودي اللي هيحصل كالاتي ان احنا هنقعد نخمن كده. كلها حظ بقى، هتبقى من هيله ب60 نيله. وبعدين في الاخر خالص بقى هتبقى اللي هي السكوت جيم او لعبه الحبار. ايوه بس كده. هنا بقى هنقول زوجي ولا فردي. هيقعد يعد 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 يعد. ماشي اللي هيقول هنروح بقى على حسب البتاع. لو زوجي ولا فردي غالبا هنريح. بص ايفن بس خلاص. ايفن دوت يعني عدد زوجي. العيال دي ما ريحتش ليه؟ ماشي خلينا نقف في النص. ما عنديش اي فكره. بسرعه بسرعه. هل ممكن لو نتحايل عليها؟ سبعه يبقى هنا فردي بس كده. ماشي خليك واقف في النص. ريح دماغك. خليك واقف في النص. اللعبه لسه هم مش مظبطينها قوي فممكن تتحايل عليها تقريبا. خسرت. طب استنى خلينا نشوف الاسبكتيت. هل ينفع اعمل اسبكتيت؟ ويت ويت ويت. ممكن نعمل اسبكتيت. اوكي اوكي. الجيم اللي بعد كده هتبقى بتاعت الازاز دي. المفروض ان انت فين يعني؟ لو انت فرقت المسلسل هتبقى انت عارف الموضوع عامل ازاي. الفكره ان انت تعدي على الازاز. لو الازاز قشطه تمام، في ازاز هيبقى بيتكسر على طول وقعك تحت، وفي ازاز لا يشيل ثلاثه عادي مش مشكله. هو المفروض يشيل اثنين. واحد قاعد وحط كرسي وقعد، عارف انت. ريب. لا اله الا الله. اوكي طيب. اوكي في واحد رايح منهم. ريب. فاضل واحد بس.
هو اللي كسب، هو اللي كسب يا عم. المره دي ما لحقوش حتى يوصلوا للجيم السادس، العيال ريحت. يعني الحته بتاعت الازاز دي فيها تريحه، والحته بتاعت اللي هي زوجي ولا فردي لا كلها بتعتمد على الحظ. جو 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 جو. دي سهله، المفروض ان هي سهله. يعني الفكره نفسها ان هي بتدي لون احمر وبعدين تبص. ابص فهي بتبص، يعني بتدي هسايه وبعدين تبص. لا اله الا الله، جميله جميله، ربنا يخلي. جو جو. ايه يا ابو عمو عامل ايه؟ حلو الجو ده. احنا عددنا قليل وغالبا هنريح بسرعه تقريبا في اللعبه الثالثه تقريبا، او في الجيم الثالثه تقريبا كل الناس مريحه. خلينا مع المثلث. لا اله الا الله، ارب يا ابو اسماعيل. الطيب الحمد لله، الطيب كان على اخر حاجه. لا الدنيا اصعب حاجه. الحمد لله نجونا من هذه البتاعة. ما اعرفش هيعمل لنا النايت ولا لا. حبيب قلبي يا اسطى، شكرا جدا، شكرا حبيب قلبي، شكرا، ربنا يخليك، ربنا يخليك، والله ده كلك ذوق والله. نايت فايت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. العالم بتضرب في بعض ولا دون بي توكسيك ياض. نخش معاهم ولا ايه؟ بلاش، الموضوع مش مستاهل، الموضوع مش مستاهل. اوكي ربنا يستر ويحطنا مع فريق ظريف. وين اظبط يا تريب. انا ريحت، انا ريحت، انا ريحت، انا ريحت. ريب يا ابو عمو ريب. اوكي ما علينا، خلينا نعمل اسبكتيك كده نشوف الدنيا فيها ايه نظامها. خلينا نشوف بقى ايه بقى المره دي، هنبقى في ناس كتير، وفكره بس ان هو واحد يجرب الاول وبعدين ايه عارف انت يريح، وبعدين تبدا الناس ايه تكم. ايه ده؟ واحد ريحه، واحد اوريدي ريح. لا ولا انت بتعمل ايه دي؟ لا انت بتعمل ايه يا مجانين؟ يا مجانين، فاضل ثلاثة بس. الفكرة ايه ده؟ ان انت اللوح منهم بيبقى المفروض ان هو يعني ايوه يستحملك، وفي لوح تاني بيتكسر على طول. شكلهم هيريحوا اصلا. فضل اتنين، البتاعة دي كلها بتعتمد على الحظ. الواد الموزة دوت بيحاول ان هو يوقعه ولا ايه؟ ريب. الواد هو اللي التاني هو اللي كسب. ريب. هو التاني الموزة ده تقريبا كان بيحاول ان هو يتوكسيك وان هو يوقعه. بس الجيم الثالثة اللي هو يعني المفروض ان هي بتبقى زي خطوط مرسومة على الارض، اللي هي لعبة الحبار نفسها بقى، والناس بس بتحاول ان هي تطلع بعض بره بس مش اكتر، بتضرب بعض. المرة دي العدد بتاعنا كامل 30 واحد. نخش نريح كلنا دلوقتي. ليتس جو. اظبط. سهلة دي، سهلة دي، سهلة دي، دي 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 ايه؟ لا مش سهلة. هنريح ولا ايه؟ في سسبنس. اظبط يا دي يخرب بيتك. ايه؟ هي مالها، مالها ليه متحفزة المرة دي؟ متحفزة قوي الست الحاجة اللي هناك دي. ويت. وبعدين ليتس جو. اوكي يا بنا الحمد لله. ايه النضارات دي؟ في ايه؟ باي. اوكي المره دي يدينا بقى حاجه كويسه عشان هي العمليه مش طالبه. انا لسه عمال اقول يا عم يخرب بيت. لا اله الا الله، ريحنا. ريب ريب يا ابو اسماعيل. يا نهار ابيض، يعني الشمسيه تعتبر صعبه والنجمه صعبه بزياده قوي يعني. وبقى في قولوا لي لو في مثلا في سيرفرز هنا جامده اوكي، بحيث ان احنا بقى نجربها يعني. انا هستخبى يا عم. لا يا عم انا مش عايز افايت حد. ريب خليني في الضلمه، ما فيش حد تقريبا عايز يفايت ما عدا في ناس معينه. يعني التوكسيك دي عارفها انت؟ جاست ويت ان ذا دارك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نجونا من هذه المذبحه، مذبحه القلعه. فلو في مثلا رومات انتوا عارفينها تمام، معرفش ايه رومات ولا سيرفرات مثلا ولا حاجه او يعني حلوه ممكن نجربها قولوا لي، بحيث ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط يعني عارف. ليتس جو يا برو. ريحنا انا في الاخر خالص، وما اعتقدش ان حد هيضرب في قفايه. الاخضر. العلامات اللي هي الخضراء بتاع بتنور اخضر، فاحنا تقريبا بنضربها تقريبا. ويب
تقريبا النور لما بينور احنا بنضربه البتاع بتاعته تقريبا، فكله لازم يضرب. ايوه دي، فهمت كده، فهمت الحمد لله. اضرب ياه، اضرب ياه، احنا بنوع يالا، بنوع يالا، الله يخرب بيوتكو. ولا ايه الايم ده؟ لا الفريق كله ريح، العيال كلها ريحت يا عم، يخرب بيت القلش. مش فاهم انا اللي هو ايه، افتكرت اللمبه بتنور اخضر فاحنا نضرب البتاع بتاعتها. تمام، ما تفهمش، ما اعرفش اذا كان ده صح فعلا ولا لا، نضرب اللمبه ولا احنا نضرب عشوائي وخلاص، ما فهمش. بس فجاه السكواد كله وقع. حلاوتك ولا ايفن ولا قاضي، يلا يخرب بيتك يا ماشي. 5 ثواني 4 ثواني، هل هتبقى زوجي ولا فردي؟ هيبان دلوقتي، شكله هيريح. اوكي الحمد لله، العيال كسبت. اوكي اللي جايه بعد كده هتبقى بتاعت الازاز. ريب، يلا بينا الى الزجاج الجميل جدا. ماشي يلا، مين بقى هيريح اول واحد؟ هل ينفع تمشي الموضوع الزجاج دوت يمشي عليها؟ ما ينفعش تقريبا، ما ينفعش. هو جرب على الاثنين، واضح ان هما هيشوفوا بقى اذا كان واحد ريح، واحد ريح، الثاني ريح، في 3 لسه موجودين مع بعض، الدنيا جميله. واحد لسه واقف بره، بنت جميله جدا لسه واقفه على البلاتفورم الناحيه الثانيه، ما اعرفش اذا كان هينفع ولا لا. واحد بيحاول يجرب الايموتس بتاعته بس يعني رب. الحمد لله الدنيا دي دي ظريفه. يلا بينا، يلا بينا يا اولاد. هل بيبان؟ طيب ما بيبانش، المشكله ان هو ما بيبانش، يعني مش باين في المسلسل، كان باين يعني اعرفه في الاخر خالص، انا عمال احلق لكم المسلسل تقريبا يعني. اوكي التوتر موجود، الموضوع شكله مش مفهوم. لا اله الا الله، في واحد وقع رب، فاضل 3 قدامهم، 3 ان هم يجربوها. اوكي ها يلا بينا. لا اله الا الله، الاثنين نزلوا ورا بعض على طول، عارف انت. عامه يعني لو عندكم اي سيرفرات تانية ممكن نبقى نجربها تاني في فورتنايت. تمام يعني انا ما وعدتكمش ان انا ممكن العب فورتنايت اللي هي الباتل رويال بتاعتها، لان انا اصلا انتوا عارفين ان انا اصلا ما بحبهاش يعني. اللعبه نفسها حلوه بس انا ما بحبش انا الستايل بتاع الباتل رويال دوت يعني. وعامه يعني لو عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات تانية من العاب مختلفه او من اللعبه ديت، اكيد انتم لايك وسبسكرايب، وشوف كل فيديو جاي. سلام.